بهالفيديو أصدقاء راح نشرح الميتا تريد، ميتا تريد 5 على مختلف الأجهزة، على الهاتف أيضا على الكمبيوتر. أسهل شرح راح يكون إذا أنت ما بتعرف شيء أبدا عن الميتا تريد وخبرتك صفر، بهالفيديو هذا راح تعرف كل شيء، راح تعرف كيف تتداول، أيضا ميزة الحساب التجريبي ميزة مهمة داخل الميتا تريد إذا أنت مبتدئ وحابب تدخل الأسواق المالية. إذا أول مرة بتشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة، فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. ايضا اترك لنا تعليق على الفيديو، ممكن تكون احد الرابحين مسابقاتنا اليوميه. المنصه اللي بنصح فيها للتداول منصه اكسنس، منصه رائعه جدا. اذا ما حابب انت تداول على MT5 تقدر انت تداول على واجهه منصه اكسنس، راح نشرح كل هالامور هاي كل هالتفاصيل. خلينا ننتقل للفيديو. ال MT5 اصدقاء هي وسيط بينك وبين منصه التداول يلي انت عم تشتغل عليها. يعني منصه اكسنس مثلا الحسابات يلي انت فاتحهم، انا فاتح اكثر من حساب، طبعا الحساب هذا مكتوب جنبه MT5، يعني انا بقدر بفتحه على الواجهه يلي بتقدم لي اياها منصه اكسنس. اذا ضغطت بهالشكل هذا انا بقدر بفتح الحساب وبتداول عن طريق الواجهه تقدم لي اياها المنصه. ايضا بقدر بتداول انا عن طريق ال MT5. اذا مكتوب جنب نوع الحساب MT4 انا ما بقدر بفتح الحساب الا عن طريق ال MT4. اذا هاي الواجهة يلي بتقدم لي اياها منصة اكسنس واجهة اسهل تعتبر نوعا ما من ال MT5 بكتير. نشوف هاي الاوامر من هون، طبعا حاليا الاسواق مسكرة، خلينا ننتقل على البيتكوين. هاي الاوامر من هون، هاي اللوتات، شراء، البيع، لكن في اشخاص متعودين على التداول على ال MT5 بيشوفوه اسهل من ناحية السرعة، من ناحية الانترنت، الاتصال، تنفيذ الاوامر، كل هالامور هاي بيشوفوا هن انه ال MT5 اسهل. ولا سيما اذا انت غيرت منصات ومنصة انت عم تشتغل عليها ما قدرت تفهم عليها، بتاخد انت فقط بيانات حسابك وتفتح عن طريق ال MT5 اذا انت من الاشخاص المتمرسين على ال MT5. يعني مجرد تعلمك لل MT5 انت قادر على التداول على مختلف البروكرات، مختلف المنصات. خلينا نروح لاول نقطة. اول نقطة كيف بدي اخد انا بيانات حسابي. بيانات حسابي راح ادخل على معلومات الحساب، هذا هو الخادم، اهم نقطة في تسجيل دخول على الـ MT5. الـ MT5 طبعا راح ندخل احنا على الحسابات، خلينا نبدأ بشرح على الهاتف. راح ندخل لهوني على الحسابات، راح نضغط على اشارة الزائد. هون عندي انا وسيط اكسنس، او بتبحث عن اسم الوسيط الخاص فيك. بعد ما ابحث عن الوسيط مكتوب هوني MT5 Rail. الريل هاي في عندي ريل واحد، ريل اثنين، ثلاثة، أربعة، يعني بشوف أنا مثلا معلومات هالحساب الثاني عندي. عندي أنا الخادم هو ريل ثلاثة، إذا لازم ركز على النقطة هاي. بعدها بحط أنا معلومات حسابي هوني بهالشكل هذا، معلومات حسابي راح تكون هوني عند الدخول، وكلمة السر. كلمة السر أثناء إنشاء الحساب، يعني إذا بروح أنا هوني عند فتح حساب جديد، يعني إذا بروح أنا على فتح حساب جديد راح يطلب مني هو شو نوع الحساب. طبعا أنا بنصح ستاندر فتح حساب حقيقي. هون عم بيقول لي بدك MT5 ولا MT4، تختار انت MT5، هذا اللي بنصح فيه افضل MT4. هون بيقول لك حط كلمة سر، نفسها كلمة السر راح تحطها بالخانة هون تحت، كلمة السر. اذا انت بحاجة فقط لرقم حسابك فوق بالدخول، وبحاجة انت لكلمة مرور. بعد ما تدخل على حسابك، خليني ارجع على حسابي، هذا هو الحساب اللي فيه 3370 انا فاتحه من MT5 على الهاتف. طبعا خلينا نرجع للخلف، نروح للتداول. هاي الواجهة، هاي الحساب، رأس المال متوفر، طبعا ما فاتح انا اي صفقة. ازواج التداول انا راح اختاره، خلينا نفتح الـ MT5 على الكمبيوتر كمان، هذا هو نفس الحساب 3370. على الكمبيوتر اذا بدي افتح اوردر راح اختار نيو اوردر من الاعلى، راح احط هون اللوت المناسب لحسابي. يعني انا 3000 انا بختار اني ادخل فيها مثلا 0.5 بكل صفقة مبدئيا. طبعا هون ستوب لوز، هون تيك بروفيت، اخذ الارباح. هون اذا بدك انت تنفذ بشكل سريع او بدك تحط امر معلق، باي ليميت يعني تحط امر شراء، سيل ليميت تحط امر بيع. تمام اصدقاء، اذا بدك تحط انت تنفيذ السوق راح تدخل على اللوت المناسب طبعا مثل ما حكينا، وبعدها تحط تنفيذ بكل بساطة سواء شراء او بيع. اذا من الهاتف راح تروح على تداول، بعدها راح تروح على امر جديد، وراح تختار هون الزوج اللي بدك اياه، زوج العملات اللي بدك اياه. راح تختار هون، راح تضغط هون اللوت المناسب 0.05، بعدها راح تختار بيع او شراء. طبعا الاوامر باي ليميت، سيل ليميت موجوده عندك، امر شراء، امر بيع، في عندك باي ستوب وسيل ستوب راح نشرحها بفيديو ثاني ان شاء الله. طبعا ازواج التداول راح تدخل هون على الاسعار، تقدر انت تضيف ازواج تداول من عندك عن طريق
الرموز اللي موجودة عندك تغير ترتيبهم بهالشكل هذا، هاي الأزواج التداول. أنا صراحة ما بتداول إلا على الذهب وعلى البيتكوين، ممكن على الإيثيريوم، ممكن بعض الأزواج الثانية مهتم فيها مثل اليورو مثلا. إذا هدول الأزواج اللي مهتم فيها بخليهم أنا عندي. هاي الرسم البياني مبدئيا ما رح يلزمك إلا الرسم البياني وصفحة التداول، هدول يلي رح يلزموك. إذا هاي إضافة حساب، هاي التداول، هاي الرسم البياني. بتقدر تضيف انت مؤشرات من عندك، من عند الاف من فوق، بتحط النافذة الرئيسية وبتختار اسماء المؤشرات بدك تعدل عليهم، ايضا تضغط على الموفينج افرج بهالشكل هذا وبتعدل اعداداته. هذا كل شرح الام تي 5. الام تي 5 على الكمبيوتر، على الكمبيوتر راح تختار المؤشرات من هون، راح تختار امر التنفيذ من هون، وهذا زوج التداول يلي بدك انت تتداول عليه. هذا كل اللي رح يلزمك على الام تي 5 اذا انت مبتدئ. اذا حابب تعمل حساب تجريبي، وهذا اللي بنصح فيه للاشخاص الداخلين سوق جديد، رح تضغط على حساب جديد، رح تختار هاي اللي تحت، تحت معرف التداول الخاص فيك. هون عم بيقول لك انت بدك تفتح حساب ديمو، رح تحط هون كود الدخول وبعدها رح تحط كلمة المرور. هدول فقط يلي رح يلزموك من الحساب التجريبي بحيث ترجع تفتح الحساب من اول وجديد. اذا بنصحك انا تبدا بحساب تجريبي. الام تي 5 سهل جدا، بسيط في التداول، لكن واجهت منصه اكسلنس اسهل من الام تي 5. اذا انت حبيت تبدا تداول او تبدا تعلم على واجهه منصه اكسلنس تعتبر اسهل جدا. تغيير الشموع امر ضروري جدا، يعني اول ما تفتح انت واجهه المنصه راح تكون بهالشكل هذا. خلينا نشوف على الكمبيوتر كيف راح نغير الوان الشموع. راح تضغط على خصائص، بعدها راح تروح على الالوان وتختار انت اخر خانه، راح تصير انت عندك الالوان بهالشكل هذا. هاي الالوان يلي متعودين عليها لحتى ما يكون عندك الامر معقد. اذا بنروح على الهاتف ايضا راح نضغط على اعدادات، بعدها راح تختار انت الشموع بالاعلى، ممكن تكون عندك خط رسم بياني او غير شكل مثلا. بعدها راح تنزل انت على الالوان وتختار انت المخططات يلي بدك اياها، تختار انت الالوان. طبعا عندك اللون الخلفية بتقدر تغيره، عندك الشمعة الصاعدة والشمعة الهابطة، هدول اهم شيء بتغيرهم انت بهالشكل هذا. بتحط الشمعة الصاعدة خضراء والشمعة الهابطة حمراء، وهيك كل الاعدادات عندك بالشكل التالي. فبالتالي اهم شيء تغير اشكال الشموع حتى يوضح الرؤية عندك، وتضيف المؤشرات اللي بدك اياها. اذا ممكن انت تعمل اكثر من حساب على منصة اكسنس، يعني حساب فرعي مثلا عن طريق منصة اكسنس لتداول الذهب، حساب تاني لتداول البيتكوين، حساب لتداول العملات. ممكن انت تقسم رأس مالك بما يتناسب مع تداولاتك. اذا هاي هي كل الفكرة اصدقاء. اذا حابب تدخل مجموعة توصيات بشكل مجاني راح تشوف الرابط باول تعليق. الى اللقاء اصدقاء، فيديو جديد ان شاء الله.